شلون تتكلم على اختي؟ ما تفهم انت؟ ها تعال تعال. الله يا وحي. هذا الشبي. هاي ايش عنده؟ انت الشبير هنا. انت شلون جاي حارتنا؟ احنا ولا قوة الا بالله. انت علامك انت، انا اول مرة اشوف بنت تطلع لحالها في الشارع. ايه عادي رايح البقالي ليه ما تبغاني اروح؟ لا لا ادخلي داخل ادخلي داخل اهفس بالحمضيات. يلا يلا. انت ما اخوي عشان تامر علي وتنهى. اقول ادخلي ادخلي، لو عندك اخوان كان ما طلعتي في الشارع. يلا ادخلي. مالك شغل ولا تدخل فيني. اقول تدخلين ولا اهفس بالحمضيات بعد؟ جرب احسن لك، كفني في الحمضيات. يا عماد يا عماد هذا مجنون. اقسم بيت الله العظيم بزر وتنفخ. عماد عماد ولد الجار يبي يضربني. ولد الجار؟ ايه ولد جارنا يقول لا تطلعي، ما راح تروح البقالة. تبين تروحين البقالة لحالك؟ انا المفروض اروح معك. يا عماد او قال فيكي فيكم خير ما طلعوني في الشارع. هذا وين هو جالس؟ جالس في الشارع. تعال شوفه. ماني رايح يا ليلى، ماني فضيلة، ماني فضيلة، خليه. طب يا عماد انا بروح البقالة. خلاص روحي وانا اخوك روحي. واذا تكلم علي الولد؟ تعالي علميني وانا اوريك فيه. طيب يا عماد الحين بروح البقالة غصبا عنها. والله ما خليها تتحرك، والله ما خليها تروح البقالة بعد. يا هذا الشبي يوه ما راح. ايه طلعت يا الجربوعة. انت ايش تبي فيني؟ اقول ادخلي داخل بس. يلا يلا ادخلي داخل. انا بروح البقالة ما لي شغل فيك. ادخل ادخل داخل ادخل داخل ادخل يلا. والله العظيم تكسر كلامي. يا عماد يا عماد هذا بغى يضربني مرة ثانية. يقول والله اضربك بالعصير. افا افا يتطاول على اختي. تعال يا عماد تفكني منه. يلا يلا مشينا جايك الحين. والله العظيم والله يجلسها خليها ما تتحرك. وينه وينه يا ليلى؟ هذا هو. يا ابو الشباب ايش عندك هنا؟ جبت البزعة اخوها. ايش عندك هنا يا اخوي ما تفهم انت؟ جالس هنا في الشارع ايش تبي انت؟ ايش قايل لاختي انت؟ متكلم على اختي؟ ايه ما عندها رجال تطلع الحالة في البيت في الشارع. ايه يعني احنا ما احنا رجال صح؟ لا ما انت رجال، لو رجال كان ما خلت اختك تطلع. ايه تعال تعال بسولف معك، تعال بزعم على قهوة تعال. شنك انت اختي ها؟ شو عندك تتكلم على اختي ما تفهم انت؟ ها؟ تعال تعال. شو عندك ها عند اختي ها؟ قسما بالله لو تقرب اختي مره ثانيه لا اتفاهم معك. وينك والله؟ وينك؟ ايش فيكم انتم؟ ما تفهم انت؟ وخر وخر يتكلم عن اختي وخر. ابعد يا ولد ابعد ابعد. ايش السالفه؟ اخي جاي الحر يتكلم على اختي. يا اخوي انا ما ابغاها تطلع في الشارع، انا اخواتي ما يطلعون في الشارع. يا ابن الحلال يا نواف اختك لازم تحترمها. هذه ما هي اختي. ايه طيب ادري انها ما هي اختك لكن اعتبرها زي اختك. اختي تاج راسي. ها؟ شلون تاج راسك؟ اسمع يا حبيبي اللي يلمس اختي يلمسني. هو صادق يا نواف ترى الاخت هي السند، هي العضيده، هي كل شيء. والله ما ادري كيف يعملون خواتهم ذولا. اسمع يا نواف المهم تدري وشو؟ ان اختك لازم تحطها فوق راسك. عز الله انك صادق يعني ما قصرت في النصيحه. اسمع يا نواف الواحد يغلط لكن هالمره لا تغلط. صاص في عماد حقك علي وحق ليلى علي. ابد ابد ما صار كل خير وتفضل تقهوى. شوف يا انس لازم نفتح بقاله كبيره عشان نبيع علي يولي وانا وعماد. يلا يلا يا ليلى انت كبيره. يلا بجيب الفشارات والبيع. يلا يا سلام متحمس. ان شاء الله احنا متحمسين كنا. يلا يلغنا لفته. تعني انا هذا هنا 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 والصغار قدام. انا الصغير قدام ما ورا. يلا يلا بسرعه بسرعه قبل يجون الزباين. يلا 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 الله خليك يا انس لا تقلبهم خلهم كذا. ايوه عشان الزباين يشترون كثير. وانس الصغير بخمسة ريال والكبيرة بعشرة عشان تكون عندنا فلوس كثيرة. لا هذا كبير يا أنا. إيه صح كبير. هذا الصغير. يلا حط الصغير زي بكانة هنا. يلا بحطه هنا. يلا للبيع 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 للبيع. من يبي يشتري؟
أنا هذه عماد غيرت وأخذها كلها. يا عماد يا عماد، إيش تبي يا يوري يا صديقي؟ عندها بقالة كبيرة. مين عندها البقالة كبيرة؟ ليلى وأنس. صادق أنت؟ إيه. وش عندهم بعد في البقالة؟ بشرات يا عماد. تبين أروح أشتري لك؟ ترى معي فلوس. ما أبي فلوس، أنا أنعش أنس وأخذهم. لا يا أخي ما يصير، لازم أعطيهم فلوس ونشري منهم. بتشتروا يا كلنا. يلا يلا مشينا يا صديقي. بقالة بقالة بقالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طيبين. طيب اسمع، أنا باخذ خيار منكم بس بكم؟ أهم شيء ما يكون غالي، إذا غالي. طيب وش تبغى؟ أي فشار كبير ولا صغير؟ كبير أكيد كبير. 5 ريال. ليه طيب أسفر أسفر، هذا 5 ريال والله إنه غالي. وش غالي؟ بريالين. أنا بريالين. لا لا. ليه يا بنت ركسة 3 ريال بس؟ إيش؟ أو 4 ريال. فهم معهم. لا يا حبيبي، هذا 5 ريال وهذا ب10. أنا أمسك 5 ريال. أعطينا 3. 3. إيه بهذا وهذا. أيوه. 5 ريال. لا يا حبيبي. حنا كذا كذا. واصبر. 1 2 3 4 5 10. كيف 10؟ يا حبيبي. وش جاي جد 10 ولا توكل على الله؟ كيف توكل؟ ما عندي إلا 5. ايش اسوي لك؟ 10 ولا ما تبغى؟ شوف هذه 3 اشياء ب5 ريال. اقولك لا ما تفهم. ترى هذه صغار، بعدين تسمعك 5 والله انها كثيره. يا حبيبي ترى ما تضحك علي، انا صغير واعرف كم الحساب. طيب طيب خذي 5 ثانيه. لا 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 10. شفت هذه؟ لا 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 ما اقدر ما اقدر. لا يا حبيبي لا لا لا، تبغاها ولا لا؟ لا انا ابغى. لا ما ها تعال 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 أجيبهم. شلون أجيبهم وأنت ما ساعدتني؟ ما ساعدتني أصلاً. أنا صغير يا ليلى. كذين طعمة. والله يا يوي إنك خطير يا ولد. شفوا شلون؟ إيه بس اسمع، لازم نعطيهم فلوس. شو رأيك نعطيهم 5 ريال بس؟ خلاص أعطيهم فلوسهم كلها. والله تدري بروح أعطيهم فلوسهم. أغراضي كلها ب25 ريال. جاي يا ليلى. السلام عليكم، انا ادري ان اخوي ملقوف بس انا جيت عشان اعطيكم فلوسكم عشان ما تزعلون. خلاص اجيب خلاص. ايوه خلاص كثيره معك كثيره. ايوه خلاص يلا روح، انا سامحتكم. ها شفتي جت فلوسنا. الحمد لله يا ربي. لمي لحظه، المسبح البالوني عند المسبح المائي. يلا يلا يلا. ما شاء الله عليكم، اسمعوا نبي نسبح انتم بالبلوني وانا في الماء. يلا تعال يا عماد. يلا يلا انا جايكم جايكم. ما شاء الله انت تسبح في الماء على طول. ايه تشوفون. يلا خلينا نسبح في المسبح البلوني. يلا 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 يلا. بسم الله. واو قليله والله، بارد مره يا عماد. حلو ولا مو حلو؟ حلو بس انه بارد مره يا ليله. عادي يا عماد، اليوم 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 صيف بس انه بارد. الموي مره بارد. عادي يلا بلعب فينا وفا وخلي البالونات تخرب. يلا طيب اعطوني بالونات. يلا اعطيني. ايوه بسبح. يلا كثير كثير. لا 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 تفقعون بوجهي. شوفي يا ليلى عندي لك حركه مره حلوه. شوفي البالونه هذه تحت الموي. شوفي عندي راي، ايش رايكم تنزلون ملا البلونه حقتكم عشان احنا بمسبح؟ يلا يلا صح. يلا انا بجرب عندك. يلا يلا جربي تحت. يلا افقعي. شوفين يا ليلى قايل لك في حركة حلوة زي كذا كذا مزعجة مرة. يلا والله حلوة. خلاص يا ليلى انتبه شوي شوي. ها الله والله مناسب. وين ازين كذا ولا تحت الموية ولا برا؟ تحت الموية. يا الله يا ليلى خلاص خلاص والله برد يا ليلى. خلاص يا ليلى احنا خلصنا السباحة، لازم تنظفون المسبح. يلا نبي ننظف في المسبح مرة وسخ. يلا 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 نظفوا. لازم ندخل جوا عشان ناخذ هذيك البالونة. يلا يا ليلى بلبس فلينت بعدين بساعدكم. يلا تعال
جالس يفقع. لا يا يولو خلاص خلاص. يا سلام انا بفاجئكم، انا شو يولو بالمسبح البالوني. الحين بجيب البالونات. ليلى عندها مسبح كبير. اي والله انك صعب. يا سلام الحين بنسهم كلهم. واو جزيرة بالونات. يلا يلا هنا هنا روح هناك بعيد. واو بالونات كثيرة. ايوه انا سويتهم لكم. شكرا يا ليلى. يلا تعالوا بصفوفهم نلعب. يلا 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 حطوها هنا عشان تكون كثيرة. لا 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 مو كذا بسرعة عشان ما تنكب. ما شاء الله حاطين بالونات في المسبح. اسمع اسمع بساعدكم ايش رايكم؟ يلا يلا ساعدنا. انا بسبح فيها. ما شاء الله من بعد. انا بعد. يلا يلا اجل خلونا نسويها لكم. يلا 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 اول واحد ينزل يويو. انزل يويو بس انت بشوي شوي لا تنفق على البالونات. انا بنزل يا عمار. يلا يلا بعد انت انزل انزل بس بشويش. وانا بعد معكم. اجل يلا يلا يا ليلى يلا. يلا 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 بنزل لوجين معكم. تعالي تعالي يلا يلا. بسم الله فقعت بالونه. جدي فقعتها. انا خفت. انت كبير كيف تخاف؟ يلا نبي نلعب. يا عماد انا مره بلعب كثير. العب العب وانا بدخل معكم. يلا 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 بسم الله ان شاء الله اني ما فقع بالونات. يلا العب العب. يلا هيا هيا. الحين انا بفقع الحمراء. يلا انا بفقع الحمراء يا ليلى. يلا الحين بفقع الزرقاء. قالت تبي يلا والله ليلى صوت قوي مزعج مره يا ليلى انتبهي. يلا ما خذ يوني اهدفني. انتبهي يا ليلى انتبهي. يلا يا ليلى بنشوف شوي شوي بيجي ليلى بنشوف اكثر واحد من يفقع بالونات. يلا جاهزه. يلا يلا هاي يا ليلى خلاص انا شكت بس عليك. خلاص انا ما تفقعني. وانا وانا بعد يا ليلى وانا هذا السلاي هذا تراب سحري. يا سلام تبون تلعبون فيهم؟ ايوه بالحوش. يلا 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 الحين نروح للحوش. يا سلام يا سلام اهم شيء تنبسطون. يلا يلا بحط لكم هنا. اصبر 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 انا اسوي انا اسوي انا اسوي لكم خلاص الحين انا اسوي يا انس جوي انا اسوي لكم. لا اصبر اول شيء نفك السلايم نلعب فيهم خلاص بعدين التراب. اوكي يا عماد يا عندي فكره. اول شيء نلعب بالسلايم عشان التراب بعدين ما يوسخ ملابسنا. اول شيء السلايم فهمتم؟ ايه فهمنا. انا نعطيكم سلايم. يلا اوف عماد انا ابغى البينك مع الابيض بليز عشان انا بنت. انا ابغى خمسه. هي كلها خمسه ايوه انا بعطيك هذا وهذا. يلا عطني. هي يلا يا ناس وانت خذ هذا وهذا. اي صح صح تعال تعال يا ناس معليش معليش تعال خذ هذا. يلا اخر واحد هذول اثنين لي. يلا الحين بفتحهم واسوي اشكال مره حلوه. يلا ورينا اشكالك. يلا الحين تشوفون. وانا وش اسوي؟ شو تسوي انت فكه والعب. ما اقدر افكها. طيب يلا انا افكها لك. يلا امسك امسك. جيب جيب افكها لك. انا الحمد لله فكيت حقي. انا ما اقدر امسك. يلا يلا بسم الله. اصبري يا لجين اصبري. فكيت حقي. جيب اخيك حقك هذا. احلى شكل هو الفايز. انا اللي افوز. انا راح اسبقكم واصير الاولى. انا فزت. انت ما طلعت اصلا. انا قوي. ما شاء الله عليك. الحين انا بحصل في الارض. شكل يويو اللي بيفوز. يا انا بفوز عليه. ابيض مع ودي مره راح يطلع شوفها. ما شاء الله عليك يا ليلى. انا قايل لكم شكل يويو اللي بيفوز. ها فزت. ما شاء الله عليك يويو شكلك تعرف. انا زيد منكم. الحين انا اسبقك الحين بسوي كيكه.
سنتين. الحين الفائز اقول لكم مين؟ لا اصبر، ما سوينا اشكال حتى انا ولا يويو سوى اشكال. يويو سبقكم وخلص. خلص انا سويت اربعة وانا فزت. لا يا انس انت ما فزت، يويو هو اللي فايز. صح يا انس، يويو فاز علينا، شوف سوى ثلاثة بنكة، قصدي اربعة بنكين. هاي فزت. ما شاء الله عليك يا بطل. الله اليوم مرة حار واحتاج ايس كريم. واو الريحة مرة حلوة. يويو ليلى وينها شكلها؟ ما ادري عن ليلى. نروح نلعب بالحوش. انا تعبان ماني رايح. جيجي تلعبين معاه؟ لا خلاص تجلس. بكيفكم انا بنام هنا شوي. واو انا جبت ايس كريمات مرة كثيرة، راح يستانس انا ويويو. يا سلام يا سلام ايس كريم. واو يا سلام. كل واحد ثلاثة. يا سلام كثيرة. ايه تستاهل يا يويو، حتى انت يا انس. يلا وانا الايس كريم. انا الاول. لا على دور مين الكبير؟ انس. ايه انا الكبير يا يويو. يلا بجي وراك. يلا هل كذا يجي هنا ورا يويو. ايوه يلا انا سأعطيك من كل شكل نوع. يلا خذ هذا وخذ هذا وجاي روحي صفي وخذ هذا. شكرا مع السلامة. انت يا يويو وانا حقي. خذ هذا وهذا خلاص. شكرا ليلى. كلوا على طاولة الطعام. يلا ما شاء الله في ايس كريمات. ايه يلا يلا اعطوني جا دوري. يلا خذ هذا. خذ يا عمان. خذ هذا بسكوت. وخذ هذا وخذ هذا. ايوه يلا روح بس تراب. ايه شوف ثلاثة. يلا 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 بجي سجلتك فجأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو الايس كريم بالصيف يا ليلى. ايه انا جبتهم لهم عشان يستمتعون. ما شاء الله والله فاجأتيهم يا ليلى. ما الله حلو الايس كريم. احنا جوعانين احنا جوعانين. لا ما نسوي اكل يا انا. ايه هذا اكلي يا سلام الحلو وبعد صحي ما يومي. ليلى اعطينا في الاكلك. يوش تبغون؟ نبي ناكل اكلك. لا ما راح اعطيكم من اكل. ليش ليلى ما راح تعطينا من اكلك؟ بخيلة. اي انا بخيلة، اهم شيء بطني. وش رايك ناخذه يا انس؟ والله حلوة الفكرة. بس حطها بالطاولة وتروح. وانت ناكله. الحين انا بحطها هنا والحين بروح اشرب موية. رحت. يويو افتح الاكل. اسكت. واو والله حلو. في زيت كثير. نبغى ناكله. يويو افتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. واو عجبتك يويو؟ زق. يلا بسم الله. اكلها حلوه مره حلوه. اخذها يلا ناكل. ها ياكلون؟ هذا اكلنا شوي بس. لا مو على كيفكم. السلام عليكم، وش فيه؟ عماد اكل واكلي. عاد اكلوا كلكم جميع. انا باكل الهاي عماد ما راح يشبعني. لا يا ليل لا تصيرين انانيه، قولي بسم الله وراح تشبعين. يلا باكل معاهم. سموا بالله. طيب بسم الله. راح داخل. راح انت نام. روح داخل. لا مسبح. وانا كنت مجبه ترد انتبه. ابي اسبح. ابي اسبح. المويه وسخه. المويه وسخه. شوف المويه وسخه تشوفها. عادي يا بسبح. لا ما راح تسبح يا ولد. ما راح تسبح. امشي امشي بس امشي. نبي نسبح يا انا. ايه يا سلام. يا سلام. يلا
تنطون وش يبون؟ نبي نسبح هاي. انا بسبح. لا يا اخوي ما تسبح، المسبح وسخ، ما تشوفون المسبح وسخ جراثيم. عادي ذهب في المطر. ايه عماد هذا بالمطر نحط فيه صابون. لا لا ما في صابون. اسمعوا بجيب لكم مسبح صغير واحطه داخل، ايش رايكم؟ لا لا يا حبيبي احنا كبار، الصغير عطى ليلى. ايش فيك؟ كيف تسبح جيجي معنا؟ لا لا ما راح تسبح معكم، شكلك ما تفهم انت. يا راح راح داخل، بس راح داخل اقول راح راح داخل راح اتنامك راح داخل. لا قهوه راح يا ولد الدوه بدوه يلا راح داخل بس راح ما بيجي. ايش فيكم هنا؟ احنا نبغى نسبح بس عيل عماد، بس هو الوسخ المسبح. ايه المسبح وسخ، انتوا ايش فيكم؟ شوفوا بس يجي فيها حنة. ايه عادي لو جاي نحط حنة، بس انتوا لا تسبحوا البرد. يلا روحوا غيروا ملابسكم. انا في عماد راح. يلا مشينا نسبح. يلا يلا لازم معاته. تعال تعال لازم اروح اعلم عماد. عماد عماد ادخلوا المسبح. صدق علينا. ايه بسرعه دلعهم. يا اخي ما حد يفهم فيكم، كم مره اقول لكم يلا اطلع انت يا اطلع. تعال 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 يلا طلعني طلعني. تعال تعال ثاني مره لا حد يسبح هنا، تفهمون؟ خلص يا عماد ما بيسبح. شاطرين يلا كل واحد يدخل داخل. وخر يا ولد وخر المسبح. لا بي لا اسبح. اسمع وشو يا يويو، نبي نسبح كبير. تبغانا نلعب بالمسبح الكبير؟ ايه ليلى شرارك حلو. والله فكره حلوه، يلا خلنا نروح نلعب بيه. يويو يلا نبي نبي نسبح. يلا 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 بسرعة عشان ما يروح علينا المسبح. يلا يا الله المسبح وسخ لازم يغسل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذول ايش جابهم؟ نبي نسبح. بشوفه بشوفه ما نضيف بعد. لا يا اخوي ما هو بنظيف مرة وسخ. ايه وسخ يولو، شوف الوساخة. لا نجيب صابون يا اخوي ما ينفع، هذا لازم يمتي الكامل بعدين حط صابون بعدين نغسله. ايه يا يويو مرة المسبح وسخ عشان في علبة يوسخ. يا يويو ايش فيك، ترى المسبح مرة وسخ مو حلو شوف مو نظيف، يمكن تجيك وساخة يمكن تجيك جرافين. لا 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 انتبه 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 يويو، المسبح وسخ لازم ننظفه. لا يا يويو امشي امشي داخل راح البس مليلتك واخر امشي. بعدين نسبح يويا إذا صار نظيف راح نسبح. الحين في صراصي وسخ غبار. وخر يا ولد وخر المسبح وسخ يا أخوي. يا يويا المسبح وسخ يمجدك وزاها بجسمك. ما تغير ملابسك نبي نسبح. أنا اللي صعبة. خلص طيب أنا بروح معك. تبغون اندومي؟ ها جايب الاندومي أنت؟ الدومي؟ الدومي واو الدومي. الدومي ايش يا يويو؟ الدومي كورة تبغاه؟ ايه كورة يا يويو تعالوا نجربه. يلا اصربوا اصربوا. ها شو نسوي الحين طيب؟ نسوي تحدي. تحدي ايش؟ وانا انا سوينا وليلى وعماد. اوكي يلا كفو. شوف يا يويو انا وياك اخويا. ها خلاص يلا تم يلا يلا يلا. شوف يا عماد وش يا يويو؟ حط الاصفر انس. ابشر ابشر تعال يا انس. انا خلصت الدوم حقتي. انا خلصت الدوم حقي. ايوه الحين انس ضد ليلى نشوف مين اللي يفوز. أنا ماني آكل حار. شوفهم إذا قلت واحد اثنين ثلاثة تأكلون واللي يفوز له جائزة. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. ليلى والله حتى أنس يمدي يمدي أنس يمديك يمديك ليلى أنس يفوز عليك. يا
يا حار. ليلى أنس باقي شوي بيخلص بسرعة ليلى. ايوه. لا تفوز عليك بنت، لا تفوز عليك. باي. والله ليلى في المقدمة. أنس. أوه أنس لا 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 أنس. بسرعة يا ليلى كولي قبل أنس، كولي بسرعة. خلاص أنا بنسحب. تبي تنسحبين؟ إي مرة حار. الحين الفايز معنا أنس. إي والله مرة حار ما شاء الله عليك يا أنس. أنا فزت ياه. يويو دورني إياك، تعال. لا لا. تعال تعال الحين انا بفتح بقاله وان شاء الله اخذ فلوس كثيره وابيع الابواب كلها ترى تجيني فلوس كثيره مره مره بس يا جيجي انتبهي لا تاكلين منهم عشان الزباين جونا اهم العصيرات الربيان مره هذا لذيذ الزباين مره يحبون الربان الربيان الربيان ما شاء الله اختي ليلى فتحت بقاله ولازم اساعد واصفصف معاها الحمد لله باقي شيء قليل وخلص ما شاء الله يا ليلى خلصتي ولا باقي لا باقي شويه يلا يلا يا ليلى بسرعه ساعدني يلا 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 بساعدك عندنا في ليلى كيس الحين خلصنا بقاله ليلى المتواضعه للباب للباب وفي بقاله جديده أبغى هذا كم فلوس يا ليلى؟ 60 ريال الفلوس. أبا يا أنا. إيه يا أخوي عطنا الفلوس. معي 50 بس. طيب باقي 10 متى تجيبها؟ بكرة. هاي يا ليلى تبين أنا أعطيها الأغراض ولا لا؟ إيه. خلاص خذي فلوسك. ما شاء الله 50 ريال أكيد إنك بتجيب ال 10. إيه مع السلامة. أنا انتظرني. أغراضك كثيرة. شوف. خلي الفشرين هذا وبكره تجيب الفلوس عشان اعطيك اياها يلا خلاص مع السلامه مع السلامه والله هو بلش بالاغراض يلا مع السلامه ايس كريم ايس كريم اصبر 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 انت اصبر انا ابغى هذا خلاص خلاص انا اوزع عليكم بس خايف انكم تمرضون لا لا احنا قويين ما نمرض الا الا تمرضون هذا يوجع الحلق ايس كريم عماد عطنا نمره واحد يلا تبغوني افكه هذه لجين هنا الحاله تصارخ تعال تعال يا لجين يلا الحين بفك لكم بس لا حد يزعجني طيب يلا فكه يلا فكه يلا 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 بسم الله واو ايس كريمات اصبر 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 احنا اتفقنا اتفقنا ولا بسكوت ما عند في كل شيء هنا اتفقنا اجلسوا طيب اللي مو مؤدب ما راح اعطيه انا مؤدب الحمد لله بس يا عماد عطني كنت كاندي مو على كيفك يا ليلى انا اللي اعطيك على كيفي انا مش طيب اخذ انت اخذ اللي تبيه يا سلام وانا يا عماد بعد انت اخذ اللي تبيه وانا وشو وانت تاخذين اللي تبينه قال من اول مو الاخر طيب اسمعوا اسمعوا تدرون عندي خطة حلوة مرة وشي؟ شوفوا انا بفككم واحد وتاكلون انتم الثلاثة لان هذا مرة كبير اي بخيل يا ناس لا مو مو على كيفك والله ذا كبير طيب اسمعوا اذا اكلتوا هذا كله بعطيكم الثاني ايش رايكم؟ يلا 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 تعالوا تعالوا يلا يلا على الطاولة ها انتبهوا سموا اول شيء كل واحد ياخذ ملعقة يلا كنت كاندي يلا بسم الله بابا اول شيء سموا بالله بسم الله بسم الله ليش ما تاكلين زين يا ليلى مره بارد وطاح صح يويو حلو شوي شوي يويو لا تاكل كثير طيب طيب يلا يلا خلاص اكتفينا شبعت ولا لا ايه خلاص يلا بعدين بعدين بكره بكره يا مغلى بخيل بخيل انت جيب الثاني يا عماد لا لا ما في لا ثاني ولا ثالث يلا بس لازم نصرقه
اي والله لازم نسب. شوفوا انا باخذ الكون كاندي وانت خذ اي شيء تبغونه، انا باخذ الصندوق كله ولا كله كلنا. فكره حلوه. يلا يلا ايش كلمات؟ لا 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 ل